من الجامعه الامريكيه في مصر وسيرتيفايد من الاميديست. فاحنا مختارين ناس ما شاء الله يعني خبره وناس ممتازين جدا جدا جدا. بعد فتره بدأنا ندخل في التيتشر تريننج، واكيد معانا ناس اللي حاضرين معانا اللايف مدرسين بيتدربوا او اتدربوا معانا على تيتشنج اس اي تي. يعني بدأنا نمشي خطوه بخطوه بخطوه، وبعدين قررنا بعد فتره احنا كنا بنشتغل تحت اسم المستر. يعني شويه الناس اللي بتعرفني على فيسبوك عارفه الناس بتقولي دايما الكلمه دي يعني او الاسم ده، والناس بتعرفني بيه المستر مستر محمد. فانا سمينا الصفحه وسمينا اليوتيوب شانل والكورسات كلها باسم المستر. لكن في مرحله ما لازم نحاول نطور نفسنا شويه، فقررنا في المرحله دي ان احنا هنغير اسمنا، هنغير الاسم اللي احنا بنشتغل تحته. يعني هنسميها Let's Academy. Let's stands for learn English together، كأنها Let's learn English together، الثلاث حروف L-E-T. عملنا لوجو هوريه لكم بعد شويه. فاحنا النهارده الهدف من اللايف ده بس ان احنا بنعلن لكم عن شغلنا الجديد، بنعلن عن مرحله جديده ان شاء الله، وبنطلب منكم ان انتم تدعوا لنا وتتمنوا لنا التوفيق. يعني كمان بنقول لكم ان احنا بمناسبه المرحله الجديده دي وبمناسبه الاسم الجديد واللون الجديد هنعمل مسابقه، تمام؟ زي الترند اللي ماشي على الفيسبوك كده اللي هو بتاع اللايكس والشيرز والكلام ده، هتقول لكم عليها اسمها بعد شويه ان شاء الله باذن الله عن تفاصيلها باذن الله. لا الصوت واصل اكيد. من الكورسز كمان اللي احنا اشتغلنا فيها مع في المرحله اللي فاتت كان كورس الاو اي تي بتاع الاطباء الهيلث بروفيشنالز اللي هم بياخدوه بدل الايلتس، يعني اشتغلنا فيه في مرحله ما. يعني اقصد الحمد لله رب العالمين احنا بدانا من شهر، يعتبر من شهر 9 اللي فات، من بدايه شهر 9 اللي فات، واحنا دلوقتي في اغسطس يعني تقريبا 11 شهر. احنا شايفين الحمد لله ان احنا ماشيين كويس جدا، الدنيا معقوله، ردود افعال الناس علينا الحمد لله كويسه جدا. حبينا بس نقول لكم عن انواع الكورسز اللي عندنا. زي ما قلنا احنا بنقدم ايلتس براكتس، باي ذا واي انا واخد تريننج على تيتشنج ايلتس، تدريس الايلتس في البريتش كونسل في جده. عندنا كورسات جنرال انجلش، كورسات ليها منهج محترم، عدد ساعات معقول، الكورس بيكون تفاعلي، مش مجرد انت بتاخد السيشن عندنا وتمشي، بندي لك تاسكس تعملها طول الاسبوع، مش مجرد ان انت بتاخد الساعتين والساعتين وتروح، لا عندك تاسك وبنتابعك فيها طول الاسبوع. كورسات الاطفال زي ما قلنا مدربات عندنا متخصصات وخبره ومعتمدين، وحاجه كده يعني احنا فخورين بيهم جدا جدا جدا. برضه في متابعه ممتازه تقريبا بشكل يومي للاطفال وتاسكس بيعملوها. كورس التيتشنج اس اي تي هو احنا في راوند 2 حاليا، هو كورس موجه لمدرسي اللغه الانجليزيه ان هم ازاي يشتغلوا في المدارس الامريكيه، وازاي يتعاملوا مع امتحان السات، وازاي يدربوا الطلاب بتوعهم على امتحان السات. فلما لقينا زي ما قلنا ان الكورس بدا يتوسع شويه وشغلنا بدا يكبر وبقى في التيم بدا يكبر، فقررنا نغير لوجو المستر واسم المستر. بس طبعا مش هشيل الصوره اللي في ظهري دي، الناس عارفاها، مش عارف هي باينه ولا ايه. مش هنشيل دي هتفضل معانا على طول الشعار بتاعنا. احنا بس هنغير اسم الشغل او اسم الاكاديمي، بدل ما هو بقى اسم المستر هتبقى باسم زي ما قلنا Let's Academy. زي ما قلت لكم مش هطول عليكم، احنا بس عاملين لايف، احنا بنحتفل مبسوطين، حابين الناس اللي تحبنا تحتفل معانا تتبسط. وفي نفس الوقت اقدم لكم هديه، فري جنرال انجلش كورس هتتكلم عنه اسمها دلوقتي. اتفضلي يا اسمها. هنقولها دلوقتي. حاضر. ايوه السلام عليكم. هو تقريبا معظم اللي معايا هنا عارفيني، معظم اللي في اللايف. انا كنت حابه بس اتكلم حاجه شخصيه شويه، ممكن ما تبقاش فارقه معاكم قوي، بس انا حابه ان هي تبقى كذكرى وتوثيق في اللايف. يعني بدايه انا يعني يمكن ابتديت الشغل مع المستر زي ما قال من شهر 9، وما كانش في كورونا، كان بس كنت انا والمستر بس، ما كانش في اي حد. دلوقتي بفضل الله الحمد لله بقينا تيم، وبقى الناس تدخل، وبقينا الحمد لله ان احنا عمال نفكر ندخل ناس تاني. بقينا في كورس السات، لا ده المدرس ده ما شاء الله حلو جدا، ده احنا ناخده معانا. بقينا لا بقينا عايزين ما شاء الله، يعني الحمد لله بفضل الله ان احنا عايزين نوسع من نفسنا جدا، وبقينا يعني الحمد لله. يعني لا انا مبسوطه، انا سبب اللايف ده في الاول والاخير على فكره، يعني سببه ان احنا زي ما مبسوطين والحمد لله عايزين نبسطكم معانا.
فاحنا طبعا عشان كده انا عملت شير في كل الجروبس اللي هم تبعنا، يعني دول اهتميت بيهم اكتر عشان تحسوا بفرحتنا وتحسوا قد ايه الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين. يمكن احنا ما كملناش السنه بس الحمد لله بفضل الله اتعرفنا، والناس من الناحيه بقى اللي هي الانسانيه او الناحيه القلبيه لا بقى يحبونا، يعني معروف المستر ومعروفين ان احنا الحمد لله كجروب وكتيم الحمد لله، يعني محبه الناس دي ما تشتراش باي فلوس او باي حاجه الحمد لله. يعني ممكن ناس يخلصوا معانا الكورس ويجوا بيطمنوا عليا ويسالوا عليا ويسالوا على مستر محمد، ده الحمد لله ده اهم عندنا من 100 كورس الحمد لله. ده الحمد لله ده اللي حسيته واستشعرته كمان لما تعبت الفتره اللي فاتت، فالحمد لله دي حاجه يعني دي الحاجه اللي انا حابه جدا ان انا اقولها في البدايه. حابه برضو اكمل كلام، يعني كلام مع المستر قاله احنا كنا المستر بدا الايلتس بعد كده دخل في كورس البروفيشنال او اي تي، هو كان بيديه اون سايت واديناه اون لاين والحمد لله نجح جدا. بدانا كورس الجنرال بقى طب ندي ما نديش الحمد لله خدنا يعني كورس الجنرال على فكره يا جماعه صعب، انتوا شايفين ان هو بيبقى سهل؟ لا، كتجهيز وماتيريال وان انت تبقى معاك ناس في مستويات مختلفه الامر اصعب جدا. أصعب يعني انا اصعب ممكن من الايلتس بكتير، اصعب من الايلتس لان الايلتس بيجي لنا ناس اصلا اوريدي بروفيشنال وبيبقوا في مستوى معين، فاحنا بالنسبه للجنرال لا انت معاك ناس يعني مستواهم متفاوت فانت بتلاقي لا ومتطلبات مختلفه وكل واحد عايز حاجه معينه، غير ان انت توفر سبحان الله، وغير ان انت توفر ماتيريال كمان، يعني دي حاجه يمكن الحمد لله يعني بقى يجي لي شكر عليها ان احنا بقى يعني احنا عندنا منظمين كل سيشن الحمد لله بناخد كل حاجه، ما فيش حد الحمد لله دخل معانا وندم الحمد لله، يعني دي حاجه يعني مفرحاني جدا على فكره. يعني انا بص انا خارجه اللايف عشان اقول لكم قد ايه فرحانه واعبر عن مدى سعادتي واللي احنا وصلنا له، عشان بس اللي هيزهق يفضلوا يسمعوني للاخر برضه تمام. دي حاجة. الحاجة التانية عملنا اللوجو واخترنا الاسم، قعدنا برضه على فكرة الاسم وصلنا له بصعوبة، قعدنا نفكر أنا ومستر محمد طب ده الاسم ده الاسم ده، الحمد لله الاسم ده هو اللي نور معانا. لا هي برضه يا جماعة الأمانة هي فكرتك أنا اسمها بصراحة يعني هي نور معانا سوا. اسم لا اسم ليتس ده بالتفسير بتاعه اللي هو learn English together، فكرة اسمها من الألف إلى الياء. التصميم كمان ما تنسيش سلمى، التصميم لسه كنت هقول، والتصميم الحمد لله برضو نور عند سلمى، يعني جابته لنا الحمد لله في وقت قياسي وكان شكله فعلا تحفه. اظن انتوا شايفين ورا المستر اهو ديت، انا هحاول ان انا يعني كده المستر هيفتحه كمان على كده هيبان خلاص هو لو فما شاء الله فعلا يعني الحمد لله ربنا وفقنا في حاجات، يعني الواحد عشان سايب اموره لربنا الحمد لله بتلاقي حاجات كده يعني التوفيق كده بسهوله، يعني الحمد لله تلاقي ربنا وفقك احسن حد يعمل لك ديزاين، احسن حد يعمل لك الحاجات اللي انت بتبقى محتاجها. سلمى فن يعني بصراحه وسلمى يعني ما شاء الله عليها الحمد لله، يعني حتى عملت الديزاين في وقت قياسي الحمد لله. بالنسبه بقى احنا عندنا دلوقتي يا جماعه بيسالوني كتير اسئله اللي هي بتتكرر بين اليوتيوب، احنا عندنا قناه على اليوتيوب، عندنا قناه على الفيسبوك، عندنا قناه على الانستغرام، كل ده عندنا، وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله هنعمل موقع كمان باذن الله. ان شاء الله دي ان شاء الله في اللايف اللي جاي باذن الله برضه هنيجي نتكلم على الموقع، نحتفل بيها ونعمل مسابقه برضه عشان الموقع والابلكيشن على الموبايل ان شاء الله ده قريب باذن الله وهنحتفل برضه عشان تمام. في حاجه اللي هي المسابقه المستر قال لي ان احنا هنعملها، احنا واخدينها من باب الفاني، يعني احنا يعني مش هنخش يعني ليكوا فاضيين، هي اهم حاجه في اللايف النهارده زي ما اقول لكم اعبر لكم عن مدى سعادتي ومدى الحمد لله الناس اللي فعلا معرفت الناس كنز قد ايه ان انا عرفت ناس والحمد لله فرقوا يعني فرقوا معايا نفسيا جدا. يمكن سبحان الله انا اشتغلت شغل كتير جدا بره مصر وجوه مصر، انا على فكره خريجه اعلام فكل شغل اشتغلته يعني يمكن بيبعد شويه عن المجال اللي انا يعني تخصصي الاصلي سواء بره مصر او هنا او اشتغلته في مصر سبحان الله ما اعرف، يعني يمكن الشغل مع المستر محمد هو اللي ايه اللي هو حسيت اللي هي زي كلمه قويه شويه اللغه العربيه الشغف بتاعي، لا بقيت بشتغل وانا حابه الشغل، يعني لا بشتغل وانا عايزه اعمل بشتغل يعني وانا ببدع، لا يعني اللي هو الشغل اللي لقيت نفسي فيه الحمد لله بفضل الله. يعني
فدي حاجه برضو حابه ان انا اذكرها جدا. والشغل مع مستر محمد طبعا يعني ما ف... يعني ما شاء الله حاجه يعني كويسه، انت اللي شايله لنا الشغل يعني كله، بيلاقي ربنا نفسه. قوي ربنا قوي. ربنا يكرمك. فدلوقتي المسابقه بقى عشان ما نطولش، المسابقه بقى عشان الناس ما تطولش عليكم. هو المسابقه هتبقى ان شاء الله، لا قبل المسابقه يا مستر، في ان شاء الله هيبقى كل يوم خميس في سيشن فري لمده تلت ساعه كده، المستر ان شاء الله هيطلع لايف. حضرتك بقى ممكن تكمل هتتكلم عن احنا هنتكلم عن الكومن ميستيكس. احنا كنت بعمل من سنتين كده لايف فيديوز، الناس اللي عارفاني من زمان، اسمها كومن يوسج بروبلمز، الكلمات اللي شبه بعض وازاي نفرق بينها والحاجات دي. هكمل شويه في السلسله دي لانها مهمه، بتعمل كونفيوجن لناس كتيره. الكلمات اللي شبه بعض في السبيلنج مختلفه في المعنى، الكلمات اللي شبه بعض في النطق مختلفه في السبيلنج، كل واحده استخداماتها ازاي. يعني تبقى حاجه صغيره كده، يعني مش هنكمل حتى ثلث ساعه اسمها، يعني اللايف فيديو هيكون قصير شويه وبعد كده هيتحط على اليوتيوب. عن الفروق بين الاستخدامات بين الكلمات، الحاجات اللي احنا بنعمل دايما بيحصل فيها لخبطه، الكلمه دي شبه دي، الكلمه دي زي دي في الاستخدام. طب امتى استخدم تريب وامتى استخدم جيرني، امتى استخدم مش عارف الحاجات اللي هي المتشابهه دي. نكمل في السلسله دي ان شاء الله، احنا عاملين منها يمكن كده يمكن 30 او 35 فيديو موجودين على قناه اليوتيوب، فان شاء الله هكمل فيها باذن الله. من يعني كل خميس باذن الله كده نطلع مع بعض ربع ساعة نتكلم في حاجة زي دي، وبعدين هتلاقوا الفيديو على اليوتيوب شانل باذن الله. اتفضلي يا بسمه المسابقة. انا بعت لكم على الشات دلوقتي، ده الجروب بتاعنا على الواتساب، وان شاء الله هنزل ببوست يعني بعد اللايف هيتحط فيه كل اللينكات بتاعتنا الخاصة بينا الرسمية، اللي هي اللي فيها كل حاجة خاصة بينا، بحيث اللي عايز يتابع معانا الكورسز المجاني لو في اوفر في حاجة هيلاقي كل ده ان شاء الله. نرجع بقى للمسابقه اللي الناس منتظراها. المسابقه انا عملت البوست، هحط برضو اللينك على الصفحه. هتعمل لايك للصفحه عندنا، الشرط المسابقه يعني هتعمل 10,000 لايك على صفحتك و500 لا 10,000 كومنت على صفحتك و 500 لايك على صفحتك على البوست. اوكي، بس من غير ما تعمل الحاجات دي ابعت لنا بس برايفت ان انا اوكي عملت. في ثلاثة هيكسبوا، انا كنت قايله المستر واحد هو اللي قال لي خلاص خليهم ثلاثة يلا مش مشكلة. دبستني يعني من الاخر، احنا انا كنت فاهم هو واحد بس خلاص هيطلعوا ثلاثة ان شاء الله، عشان فرصة اللي هيكسب ان شاء الله ياخد كورس كامل لمدة 4 شهور جنرال انجلش. اوكي، كمان 3 كمان 3 ليفلز كمان، مش ليفل واحد يعني. لا مش ليفل واحد، طيب 3 ان شاء الله. ماشي طيب. اوكي طيب. وان شاء الله يا جماعه برضو بالمناسبه دي ان شاء الله هنبتدي الحجز الكورس الجنرال مع، وان شاء الله في برضو عروض اللي هي الناس بتقول لك عيدوا ثاني يا مسمه، معلش المسابقه ثاني. طيب يا جماعه، عارفين ننزلها بوست برضو، عارفين الترند اللي هو طالع بتاع كام كومنت وكام لايك وتكسب مش عارف ايه؟ احنا عندنا عاملين بوست على الصفحه، حضرتك هتعمل شير عندك، مطلوب 10,000 كومنت 500 لايك في 48 ساعه. اوكي، اللي هيعمل ده في ثلاثة هيكسبوا كورس جنرال انجلش كامل، يعني 3 ليفلز بيجنر وانترميديت وادفانسد. اوكي، ثلاثة هيكسبوا. طب لو طلعوا اكتر من ثلاثة باسمها هنعمل ايه؟ هيتعمل معاهم سحب بقى. انت يعني مش هتكسب، انت مش هتكسب يا عربي، احمد عربي مش هيكسب، انا شغالك معانا تدي كورسات. لا لا شغالك معانا تدي كورسات. تمام خلاص كده، يعني اعيدي تاني للناس واتكلمي عن باقي الحاجات عشان ايه احنا كده خلاص. المسابقه يعني المسابقه زي ما المستر وضحها، وانا ان شاء الله هننزل بيها بوست عشان تبقى واضحه اكتر للناس. تمام، وان شاء الله هنبتدي من النهارده حجز الراوند 3 للجنرال كبار، راوند 4 سوري، وجنرال بتاع الاطفال راوند 2 ان شاء الله باذن الله. ادعوا لنا بقى بالتوفيق، وان شاء الله ان احنا نكبر التيم، ومعلش يبعد عننا اي حاجه وحشه، دي مهمه جدا معلش. طب مش هتحط لينك لينك البوست هنا؟ احطه حالا. كومنت اني ثينج، عادي اي كومنت، اي كومنت. اللينك اهو موجود يا جماعه، اليوتيوب شانل حضراتكم. ادخلوا عندنا على الـ على على الجروب اللي بعتتهم اسمها، اللي هو بتاع اللي فيه
جروب الواتساب، هنبعت لكم عليه اللينك بتاع اليوتيوب شانل ان شاء الله. تمام، منتظرينكم. مستر احمد، مستر احمد هكسبك، حاضر مصدقني على مستر. حاضر، هدخل اعلق عندك عشان تكسب. حاضر تمام. خلاص يا اسماء، في حاجه تانية تقوليها؟ لا مفيش، احنا عايزين بقى يعني تيجوا تحجزوا معانا، تحققوا تحجزوا معانا عشان احنا بعدد صحيح. يعني انا بوقف على فكره، ناس بتجي لي طالما وقفت العدد ما باخدش، فالحقوا احجزوا معانا سواء اطفال او الكبار ان شاء الله. وزي ما المستر قال احنا زي المستر قال احنا مش مجرد كورس بيبقى تو سيشنز بس في الاسبوع، لا بالعكس يعني بيبقى في تاسك كل يوم. واسالوا الناس اللي اخذوا معانا يعني ان شاء الله منتظرينكم. ممارسه يوميه للغه سواء الاطفال او الكبار، منتظرينكم ان شاء الله، ودعونا بالتوفيق. وان شاء الله برضو في مفاجآت جايه كتيره قريبه ان شاء الله هنعلن عنها. طيب ادخلوا بس جروب الواتساب ده اللي حضرتك حطيتيه عشان نبعت لهم اللينكس. حطيته خلاص، هم اوريدي في ناس ضافت نفسها. طيب مس شيماء، لا حلتين محشي دي عليك انت، مش ماشي انا موافق، حلتين محشي يا ستي وديكي كورس، انا ما عنديش مشكله، تنورينا. طيب يا جماعه مش عايزين نطول عليكم، شرفتونا ونورتونا وفرحتونا، اتبسطنا بوجودكم معنا جدا، واحنا في مرحله جديده ان شاء الله، ودعواتكم كده لينا ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح وبالاخلاص. واشتركوا في المسابقه كلكم ان شاء الله، ثلاثه منكم هيكسبوا معنا جنرال انجلش كورس كامل 3 ليفلز. طبعا لو انت كسبت الكورس وانت اصلا معنا في كورس عادي، ممكن تدي هديه لحد يعني، احنا ما عندناش مشكله، المهم ان هو يكون تبعك انت اللي هتكسبه. فاحنا مالناش دخل، براحتك تبيعه بقى، تديه لحد، تعمل فيه اعمل اللي انت عايز تعمله. ربنا يكرمكم يا جماعه، جزاكم الله كل خير، شرفتونا ونورتونا، ونشوفكم ان شاء الله في كورساتنا دايما باذن الله. لا ترجعوا تاخد الفلوس ده بقى لما نتقابل ان شاء الله يا عرب. ايش عايز تقول حاجه باسمها ولا خلاص؟ لا لا خلاص، ميرسي لكم ووقتكم. يلا شكرا يا جماعه، تصبحوا على خير.